مساء الخير مشاهدينا الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم اليومي الدروازه، هذا البرنامج اللي يتكلم عن هموم المواطن الكويتي وعن قضاياه اليوميه. بدايه مشاهدينا الكرام اللي حاب يتواصل معنا ما عليك الا الاتصال على الارقام الظاهرة على الشاشه، كذلك عندك التواصل الاجتماعي باسم الدروازه عبر تويتر، وان شاء الله ناخذ ارائكم، اقتراحاتكم، هناك الكثير يتساءل اي قضيه انت كمواطن كويتي عندك شخصيه او على مستوى دوله، حاب تبي تبرزها عبر برنامجنا الدروازه، وصلنا عبر التواصل الاجتماعي يكون لك تجاوب معانا، وان شاء الله عبر بوابه الدروازه نطرق ابواب هذه الوزارات، وان شاء الله يحضرون عندنا المسؤولين كذلك ناخذ منهم الاسئله اللي انت حاب تستشف منها او تعرف هذه الاسئله. مشاهدينا الكرام اليوم موضوع حلقتنا عن جاهزيه وزاره الكهرباء لفصل الصيف. وهل يعني سنعاني من انقطاع التيار الكهربائي في هذا الصيف في السابق السنوات الاخيره احمر اخضر يعني صار عامل نفسي عند المواطن الكويتي وهو مار ممكن على على طريق الملك فهد بمعنى اصح الطريق السريع ينتبه حق برج الساعه يشوف الامبير وصل احمر وصل اخضر يعني دوله غنيه بهذه الاموال غنيه بالنفط غنيه بالمدخرات اللي عندها نمينا دول بس للاسف وصلنا لمرحله ما نبي نحمل هذا الجزء على الوزاره كمستوى حكومه ومجلس امه تشنجات السياسيه الاخيره اثرت على المجتمع الكويتي. بدايه مشاهدينا الكرام ارحب في المهندس هيثم العلي مدير محطه الشويخ حياك الله بشمهندس الله يحييك ابو خالد وفي البدايه بسم الله الرحمن الرحيم اشكرك على الاستضافه الله يسلمك وان شاء الله نوضح مثل ما قلت حق المشاهدين ان شاء الله أه. لان ابو احمد اكثرهم يتساءلون شلون فصل الصيف الحين على الابواب عندنا بعد شهر رمضان قادم يعني ما بقى الا ايام معدوده يبي يعرفون راح يكون ان شاء الله في استقرار بالكهرباء من خلال حلقتنا استفساراتهم اللي حاب يتواصل معنا عبر اتصال بدايه خلينا ناخذ معاك ابو احمد اول سؤال معاك نبي نتكلم عن المحطات الموجوده الكهربائيه اللي في دوله الكويت كم محطه وين اماكنها؟ محطات الكويت طبعا بدت من تاريخيا يعني بدات من سنه 1954 في محطة الشويخ آه وتلاها من بعدها بدات المحطات آه اللي هي شعيبة راح الحين انا اخذها بالتسلسل الزمني سلسلتي. محطة الشويخ 1954 آه محطة شعيبة الشمالية بعدها بالستينات بالضبط ما اذكر بعدها محطة آه شعيبة الجنوبية الى الان شغالة هذه آه محطة آه الدوحة الشرقية محطة الدوحة الغربية، بعدها محطة الزور، وأخر واحدة اللي هي محطة الصبية. كلهم بالخدمة شغالين لحد الآن. كلهم الآن عدا الشمالية لأ، الشمالية بعد التحرير أو أثناء الغزو الغاشم تم تدميرها، وجزء من محطة شويخ أيضاً تم تدميرها، أما الشعيب الشمالية تدمرت بالكامل، فانبنت قبل تقريباً ثلاث سنوات انبنت بالكامل جديدة. يعني صارت محطة شعيب الشمالية جديدة بالكامل. بالنسبة للشويخ والمحطة الأخرى الثانية الشويخ أيضاً تم التجديد عليها. كثير من المحطات اللي كانت في السابق ما ظلت على ما هي عليه، تم إضافات عليها سواء ممكن محطات تقطير مياه أو توليد كهرباء، تم الإضافة عليها. منهم محطة الصبية تم إضافات كبيرة عليها، محطة الزور، يعني المحطة اللي كانت خلينا نقول إنتاجها 2400 ميجا وصلت الى 4000 ميجا فكان فيها تطوير كبير في انتاج الكهرباء فكلهم زاد انتاجهم كان في طوارئ 2007 2008 تموا في شويخ وفي الصبيه وفي الدوحه الغربيه فهو كان في تطور يعني مو هم اللي مثلا 54 محطه شويخ مو هي نفسها محطات هي إيه نفسها استاذ هيثم العلي كافيه الان لوقتنا الحالي؟ بعد مثلا ظهور المدن السكانيه الجديده منطقه جابر الاحمد منطقه صباح الاحمد مناطق الكثير اللي قاعد كافيه لان من الغزو لحد الان ايه هي إيه؟ هل نحتاج محطات اخرى طبعا نحتاج هي محطه يعني محطه صبيه ترى بعد التحرير والزيادات اللي اللي قلت لك عنهم من بعد التحرير لو بنشوف ان يعني نقول هي من نفس المحطات نعم لكن قدرتها تضاعفت يمكن ثلاث مرات صجمان بنت محطات لكن جديدة باسم جديد لكن المحطة نفسها زاد إنتاجها بشكل كبير يعني عدد المولدات إذا كانت مثلا كثر المولدات؟ نعم إذا كانت ثمان مولدات الآن صار في الغاز ترباين توربينات الغازية زدنا ضعف التوربينات البخارية اللي كانت موجودة بالتالي زاد الإنتاج الآن عندنا الزور الشمالي طبعاً بنينا مثل ما قلت لك شعيب الشمالية دخلت بالخدمه كانت مدمره نهائيا هاي زادت القدره آه المركبه لدوله الكويت ما راح مستقبليا ابو احمد تبنون محطات يعني اي محطات اقتراح من من قبلكم لا هذا يمكن نصرح فيه الوزير قبل يمكن اعتقد اليوم او امس بالنسبه حق الزور الشماليه الزور الشماليه يعني محطه مهمه جدا مثل ما صرح الوزير يعني سنه 2014 راح تكون في فعلا مشكله لو ما انبنت الى الان الوضع يعني اذا ما تم اتخاذ قرار من اصحاب القرار سواء كان من مجلس امه او من الحكومه اذا ما تم اتخاذ قرار في شان محطه الزور الشماليه ففعلا سنه 2014 راح تكون في مشكله ما راح يعني خاصه ان وزاره الكهرباء الان تم ازاله اي مناقصه لتوليد الكهرباء بناء محطات تم تحييدها عن طريق الشركة المساهمة هي اللي تبني المحطات أه وصرح كان تصريح اليوم الوزير أن ترى الأمر راح يكون خطر يمكن في أفريقيا نرجع للتاريخ أو للزمن نرجع لورا يمكن أحد الوزراء صرح أنه في السنوات القادمة سوف تكون هناك أزمة إذن من طين وإذن من عجين من هذا المجلسين لم يستجيبوا له المواطن الكويتي عاش هذه اللحظات يمكن هي كان لها اسم خط احمر وخط اخضر و مرحله الخطر ومرحله يعني صارت صفره انذار شو هي قضيه الاحمر والاخضر او الاصفر مقسمه هي ترى قاعد تحصل حتى بالاشتاء الناس لما يوصل اصفر يعتقد ان الوضع خطر ترى مرات يوصل حتى في الاشتاء الى اعلى من الاصفر مو الاحمر اللي هو البرتغالي هي عدد المولدات اللي موجوده شنو هي اصفر واحمر واخضر؟ الاخضر اذا عندي انا ما وصلت الى اعلى من 80% من قدرتي المركبه من الانتاج الكهرباء فلو انا وصل لو انا يعني عندنا احنا انتاجنا بالكويت القدره المركبه الكامله للكهرباء ألف ميجا واط لكل وحدات بالكويت. ايه مثلا امس كان اجمالي تقريبا اجما طبعا هذا 14000 ناقص زايد شويه امس مثلا كان الاستهلاك أه 7000 بالضبط تقريبا تتابعون أه الاستهلاك اليومي طبعا أيش مهندس طبعا يعني امس كان 9410 في تقرير يومي يطلع فيه أه أه كميه الانتاج الاستهلاك ايش كثر انا يعني شلون اعرف أنا, انا اخضر اصفر؟ انا عندي وحدات واقفه ستاند باي 20 بالاميه، اذا موجوده 20 بالاميه زياده فانا بالاخضر ما وصلت ال بعد لو لا سمح الله لو تعدينا هذه الخطوط الالوان اللي محطوطه وصلنا فول مارك. معناته, معناته لو هذا راح ان شاء الله هذا هل هو على مستوى الدوله تطفي الكهرباء؟ هل هو على مستوى محافظه تطفي؟ هي في اولويات يعني عندنا أه طبعا ان شاء الله هذا ما راح يحصل 2012 13 احنا اي احنا الحمد لله يعني حتى العام كنا بالاخضر ومرتاحين الحمد لله أه لو حصل هذا هي يصير قطع مبرمج وهو اوتوماتيك يصير من من الت الانتاج ما يكفي يبدون يطلعون منطقه منطقه حسب أه الاولويه يعني العاصمه لا يمكن انا اطلع العاصمه مثلا مناطق اللي فيها المستشفيات ما صعب اني انا أطلعها كل المحافظات فيها مستشفيات بس عندنا نعرف ان المحول هذا قاعد يغذي هال المستشفى عشان, عشان العاصمه طبقه مخمليه لا تحطون بتحطون طقتكم بالجهره والاحمدي لا لا بالعكس آه في على فكره في سنه من السنين طلعت الكويت كلها جهره ما طلعت فمو ما لها علاقه مثلا بالجهره او مثلا بالرقه الرقه فيها مستشفى العدن العدن نعم اخر ما نفكر انه يطلع المحول اللي قاعد يغذي المستشفى هي احنا محولات عندنا ما اطالعها كمنطقه تطلع المنطقه الاساسيات اللي عندكم تشوفونها مثلا مستشفيات يعني نعم هذه لها اولويات بس مستشفى كمثال نعم. لو خرج الطاقه الكهربائيه عن الخدمه عند اللي هي تبعكم هناك مولدات خاصه نعم صحيح يشتغل دايت اوتوماتيك ما ما ادري اذا يشتغل هذا يعني عند وزاره الصحه هل يشغل المستشفى بالكامل او جزء المستشفى ممكن الاشياء الضروريه فيه يعني نعم نفس الجمعيات الحرارة مهندس هيثم العلي تاثر عليكم على المولدات طبعا يعني احنا من الناس اللي يعني يمكن الناس ما تعرفها نحب الغبار صراحه <تصفيق> ليش <تصفيق> يقلل مع انه مو زين للصحه طبعا يعني ناس أي بس كمهنيا لكم هي مستوى هي الحراره اي يقلل اشعه الشمس يعني تشوف في يوم مثلا درجه الحراره 50 في اشعه الشمس غير اذا ما في اشعه شمس يعني اذا في الغبار 50 اقل من استهلاك الكهرباء اذا كان مو غبار لان اشعه الشمس نفسها تزيد من استهلاك الكهرباء بس تفضل فعلا الحرارات العاليه طبعا تفرق اذا يوم واحد خمسين ما راح ياثر بشكل كبير اذا ثلاث اربع ايام وراء بعض لا تاثر لان الارض تمتص الحراره هذه وتظل مخزنه في الارض فناخذ وقت على ما انت تبرد نفس البيت اول لما تخليه حار وتشغل التكييف ياخذ وقت, وقت على ما يبرد في حين اذا هو شغال طفيته نص ساعه ما راح يتاثر بس لاحظ مهندس هيثم العلي ان اغلب اللحظات هناك انقطاع المناطق بسبب الصيانه كل ما وجهوا اتصالاتهم عبر الخط الساخن في وزاره الكهرباء قالوا صيانه الصيانه قد تكون صيانه وقائيه ومبرمجه قد تكون صيانه يعني عطل الصيانه المبرمجه لازم يعني اي حتى ننسي يعني سيارتك طبعا احنا نحاول ان بلشت طبعا يتم هذا ما يتم بالصيف ولو كان عطل غير بشت بش مهندس بس بالصيف الان قاعد يسوون قطع ومبرمج ولا هي تفرق بين محول ومولدات؟ اي طبعا هي في فرق بين المحولات انا قاعد اتكلم عن الان المحولات يعني المحولات تصير عاده يعني تصير بالشتاء بالصيف يعني نادرا ما نطلع مبرمج بالصيف. قد يكون فيها اعطال اللي قاعد يطلعونها ويطلعونها فتره بسيطه خاصه بالصيف. طبعا برامج الصيانه احنا عندنا بالنسبه حق المحولات او المولدات تكون في فتره الشتاء. فترة الشتاء يعني أنا أتكلم من يعني إحنا فترة الصيف اللي نسميها الذروة الذروة اللي آه. هي من من أول ستة إلى نهاية تسعة الفترة من آخر تسعة إلى نهاية خمسة هي اللي نأخذ فيها الوحدات طبعا في فترة خلينا نقول شهر واحد اثنين ثلاثة تكون أكثر المحولات والمولدات طالعة حق بس نفسها هي مهندس هيثم العلي بالصيف تكييف بالشتاء مثلا ما سخان نفس القوه نفس الطاقه نفسها لا في فرق التكييف تقريبا ياخذ عندنا بالكويت يعني تقريبا يعني مثلا اعلى استهلاك في الكهرباء في الشتاء بسبب انه ما في تكييف قد يصل مرات 5000 ميجا 6000 ميجا في حين في الشتاء الان يعني متوقع ممكن يوصل الى 13 فتقريبا تقريبا يعني ثلثين او 40% من من الاستهلاك اكثر في في الحملات اللي قاعد نشوفها في السابق ما في حمله جاده من قبلكم يمكن حتى صار عليها اتهام ما نبي ندش في الجزئية الاتهامات ما اتهامات في عام 2007 بس ليش ما يكون هناك توعيه من قبلكم عبر وسائل الاعلام الحكوميه والخاصه يعني كمثال هذا التلفزيون الشاهد ملك خاص ما في باس من عندنا انه لو تعطون ارشادات تسلمونها للقنوات الخاصه ترشد المواطن الكويتي انه خفف استهلاك الكهرباء ليش ما يكون هناك توعيه من قبلكم فعلا في لما صارت الحمله مالت الترشيد كان لها ترى تاثير كبير جدا يمكن الناس